ثلاث سنوات مرت عليهم في الشتات على أمل العودة للديار، ثلاث سنوات كانت مريرة بصيفها قاسية بشتائها. تقاسموا الألم مع أشجار الزيتون التي باتت ملاذهم الأخير حين صمت العالم عن سماع شكواهم. لنا 3 سنين نازحين من مدينة الرفعات وعلى المخيمات، جينا برقنا بالمخيمات، وبالشتاء أمطار وبرد وسقيع، وبالصيف شوب، وأنا زلمة عاجز معاق وأولادي صغار، وبهالبرد يعني بالشتاء برد بتعرفوا يعني أمور الجو والشتاء، وبيننا الطيان بين زويتين بيركين، يعني الوضع ماكن صعب علينا. أكثر من 300,000 نسمة ذاقت ويلات التهجير القسري من قرى وبلدات ريف حلب الشمالي على يد قوات سوريا الديمقراطية بدعم من الطيران الروسي. ومدينة تل رفعت واحدة من كبرى المدن التي ثارت على نظام الأسد، وأولى المدن التي طردت تنظيم الدولة، ومن أكثر المدن التي ما زال أبناؤها يسكنون في مخيمات عشوائية على أسوارها. وقد خرج الأهالي قسريا مجبرين بسبب القصف الشديد واقتحام قسد للمدينة بتاريخ 16/2/2016، والآن في الذكرى الثالثة لاحتلال مدينة تل رفعت من قبل قسد، الأهالي يعيشون في المخيمات العشوائية. مئات العوائل تقطن تحت هذه الخيام البالية التي جربت كل أصناف العذاب. لم تكن مياه الأمطار أقسى ما مر عليهم وسط عجز المنظمات عن تقديم يد العون لعدد العوائل الكبيرة التي نزحت من ديارها، وعدم مقدرة المجلس المحلي للمدينة من تقديم يد العون إلا لشيء القليل. المجلس المحلي في النزوح لا يستطيع أن يقدم خدمات بسبب ضعف الواردات أو انعدامها تقريبا. بعض الخدمات البسيطة يستطيع أن يقدمها للنازحين وهذا ما يعمل عليها. قمنا بإيصال المياه إلى بعض الخيام التي في فصل الشتاء لم تستطع أن تصلها الآليات لضخ المياه. قمنا بمد بعض الطرق بين المخيمات، نقوم بإزالة النفايات من بعض المخيمات التي لا تغطيها المنظمات. تكبر معاناتهم يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى، كما يكبر فيهم الاشتياق والحنين للعودة إلى الديار.